السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة مجانية اسمها ماجيك جوين، بتديك إمكانية إن أنت تعمل جوين بين العناصر. تقدر تقول له جوين أول إليمنت، أو اللي موجودين في الفيو اللي أنا واقف عليه، أو في الحاجة اللي أنا عاملها سيلكت أهوت، تمام. فتقدر تختار إيه اللي أنت عايز تعمل له جوين. مثلا عايز أعمل الفلور مع مثلا الحوايط مع الاستراكشر فريمينج، تقدر تفعل اللي انت عايزه فيقدر يعمل لك جوين بكل سهولة. المشروع كله تقدر تقول له اعمل لي جوين لكل حاجة، تفعل يبدأ يعمل لك الجوين، تبقى شكل الملف بتاعك نظيف. اللي عامله واحد اسمه مايكل مجدي ابراهيم، ده صفحته على لينكد ان، وعامل شوية تولز تانية، فيهم واحدة مجانية اسمها اكسبورت سكادول تو اكسل، وفي واحدة ب$3 اي اف سي اناليتيك موديل. فأعتقد ان احسن اداة عنده اللي هي ماجيك جوين ديت، والميزة انها مجانية.